جاب على السؤال ضيفك قال يصف الحشد الشعبي بدواعش الزمان او يشبه المعنى هذا اعتقد ذكر. انا بس اسال سؤال، هو وين كان مشان الحشد الشعبي قاتل داعش؟ وين كان؟ كان وين؟ بيا دوله بيا فندق؟ اعتقد كان نائب في البرلمان. اي فاذا كان خارج العراق او داخل العراق هو بعيد كل البعد عن الحاله سيد الوطنيه. سيد عمر، بس هذا السؤال اذا تسمح لي اطرحه. أيه. سيد عمر، بدخول تنظيم داعش الارهابي حضرتك كنت بالدوره البرلمانيه ام كنت خارج العراق؟ هذا ما يتساءل ضيفي. لا انا فقط بالدوره البرلمانيه من 2006 الى 2010. اي انت يعني ما مو يهم السالفه، ما مطلع على الوضع العراقي ولا يعني عندك اطلاع على الحاله العراقيه الوطنيه. ابناء الحشد الشعبي تصفهم دواعش. اي مو انت طلعتوا داعش؟ جريمه. طلعتوا داعش ومنعتوا السنه من ان يقاتلوها ورحتوا وصرتوا ذراع ايران بلا. وين لقيت هالكلام هذا؟ وين لقيت؟ وين لقيت الحشد هذا؟ كمل مشواركم. هاي الاتهامات، هاي الاتهامات وهذا الحقد، هذا الاتهامات وهذا الحقد الدفين على الحشد الشعبي اللي هو سبب عزة وشرف كل العراقيين، اللي حافظ على شرف العراقيين. والله سبب ذل العراقيين. والله هذا خطابكم، هذا خطابكم الحاقد الأعمى. أبدا ما يأثر على أحد، ولا ترى تستطيعون أن تبسون من إنجازات الحشد الشعبي. وهذا خطابكم منبوذ وكل العراقيين عرفوه، خطاب مستورد من الخارج لا يمثل ابناء الشعب العراقي ولا يمثل الحاله الوطنيه. كل العراقيين التفوا مع الحشد الشعبي ووقفوا معه بالغالي والنفيس ودعموه بكل قوه ولا زالوا يدعمونه، وشاهدنا بالاستعراض اللي اغاظك واغاظ الكثير مثلك ان الحشد الشعبي اليوم يمثل ابناء هذا الشعب واللي عايشين برا العراق يتنعمون بالاموال اللي اخذوها من خلال الفساد والسرقات وغيرها. هؤلاء لا يمثلون لا انت ولا غيرك تمثلون الحاله الوطنيه للحشد الشعبي. مو اريد اشخصن الحلقه فيما يخص سؤالك، اتحدث في مصلحه بلدي. نعم اليوم ابناء المقاومه، ابناء المقاومه بيقولون غدنا بحرا جوا. فصائل المقاومه ما اعطت الفسحه الكامله للدبلوماسيه العراقيه ان تاخذ دورها منذ جريمه المطار الى حد هذا اليوم. ولكن كل ما يعني يكون هناك تهدئة وهناك فسحة نرى أن الأمريكي يتعمد الاستهتار بالسيادة العراقية، يتعمد الاستهانة بالقرار العراقي، يتعمد الاستهانة بالدم العراقي. يعني أنت بدل ما شفنا، إحنا مثلا شفنا الجانب العراقي لما تحدثت فصائل المقاومة وكل أبناء الشعب العراقي عن ضرورة مغادرة الاحتلال وتطبيق قرار البرلمان، قال يا بعدنا جولات حوار استراتيجي خلي نذهب إلها وإحنا ذاهبين إلى إخراجهم بالطرق الدبلوماسية. يعني تفضلوا هاي الطرق الدبلوماسية أمامكم، ثلاث جولات حوار، بالجولة الأخيرة استبشرنا خير وطلع المفاوض العراقي وقال يابا إحنا وصلنا إلى اتفاقات مع الجانب الأمريكي لجدولة الانسحاب، ولكن بعد يوما طلعنا ماكنزي نسف كل مخرجات هذا الحوار وقال لا حديث عن خروج قريب للقوات الأمريكية من العراق. هذا شيء يدل على أنه هناك يعني الجانب الأمريكي ما يأبه بالسيادة العراقية، ما يحترم هذه القرارات، ما يحترم الجانب العراقي اليوم يسيطر على الجو العراقي بحرا جوا. نعم ولذلك جايش برا، ولذلك جايش بأي آلية؟ الفصائل المقاومة لم تجد اليوم أمامها خيار بعد الجريمة الأخيرة إلا المواجهة المسلحة. وما تخافون من ردة فعل بجريمة أكبر من جريمة المطار؟ أبدا، يعني مسألة المقاومة حق وطني وديني وأقرته كل الأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية. السيد بهالعربي قبل يومين كان ضيفي إذا اليوم يحتل تحدث عن فصائل المقاومة. نعم. أنه هي مو فصائل المقاومة الحقيقية صاحبة القضية اليوم، فصائل ممكن لها انتماءات. هذا من جانب آخر قال لك إذا كنتم أنتم ما تقدرون توصلون للجانب الأمريكي، إسرائيل قريبة عن الحدود الأردنية، تقدر صواريخك أو مسيراتك تتوجه لها. التواجد الأمريكي موجود بالعراق، هناك قواعد كثيرة. يقول لك إذا متى تقدر توصل لأمريكا صواريخك؟ خليها توصل لإسرائيل إذا، خليك احنا قضيتنا اليوم مع الاحتلال الامريكي بالعراق اللي هو سبب في زعزعه الامن، هو سبب اسرائيل وضد امريكا سبب في كل المشاكل. لا ابدا، احنا اليوم مشكلتنا مع الاحتلال الامريكي، مع التحالف الدولي، مع التواجد التركي الغير شرعي، كل تواجد اجنبي بالعراق هو مرفوض قانونيا. هذا يعني ما عندكم مشكله باسرائيل؟ لا، شو مشكلتنا الام؟ احنا فلسطين وتحرير فلسطين وقضيتنا الام اللي مهما تعددت الجبهات تبقى عيوننا ترنو باتجاه الاقصى وتحرير القدس. ولكن اليوم احنا كلنا في ميدانه، احنا ميدانه اليوم في العراق، قرارنا عراقي خالص، هو قرار نابع من حرصنا على بلدنا، نريد نحافظ على بلدنا، نريد خياراتنا تصير لنا، نريد يصير قرارنا لنا، ما نقبل احد يتدخل بالشان العراقي، لا امريكا ولا غير امريكا.